أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم مشاهدينا الكرام عبر حلقة جديدة من دائرة الحدث. يتمثل السودان دور الحكم في لعبة شد الحبل بين القاهرة وأديس أبابا في قضية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، رغم تأكيدات وزارة الري والموارد المائية السودانية بأنها شريك وليست وسيطة، وبرغم مظهر الوسيط الذي ينفيه السودان بشدة، لكنه يظل الأكثر تأثيراً وتأثراً بالسد الذي تشيده إثيوبيا على بعد حوالي 30 كيلومتراً من حدود السودان الشرقية بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، بينما تبلغ المخاوف المصرية حد الصراخ. وإزاء هذا الشد والجذب، تتنبه وزارة الري السودانية لأهمية تقوية وتوحيد الجبهة الداخلية في ظل الاستقطاب الحاد الذي تمارسه مصر وإثيوبيا، وبرغم السياج السرية الذي ضربته الوزارة حول تنوير للقوى السياسية، لكنها تبدو خطوة في اتجاه إطلاع النخب بموقف السودان وحشد التأييد له من المنطلق الوطني. إذن هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، موضوع سد النهضة الإثيوبي. أسعد بضيوفي من داخل الاستوديو الدكتور بابكر برسي، دكتور بابكر إبراهيم برسي، أستاذ كلية الهندسة في جامعة الخرطوم، وقد شارك في الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي. دكتور بابكر، مساء الخير عليك وأهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. كما أرحب بضيفي أيضا دكتور أحمد المفتي الخبير في القانون الدولي. دكتور أحمد، مساء الخير عليك. مساء النور، مرحبا. دعونا نبدأ أولا بتوطئة بالحديث عن سد النهضة وتعريف بهذا السد من ناحية هندسية. عرفنا بهذا الموضوع دكتور بابكر، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سد النهضة الإثيوبي من ناحية هندسية ممكن نقول هو بيبتعد تقريبا حوالي 15 كيلومتر من الحدود السودانية الإثيوبية، وهو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو السد الخرساني الذي يقام على مجرى النيل الأزرق، وده بارتفاع 156 متر وعرض 1800 متر. هذا سد خرساني هو الذي يحجز المياه السد الرئيسي. وأيضا هناك سد آخر يعرف بالسد السروجي، سد الدام، لأنه مبني بين جبلين فشكله زي السرج، عشان كده سموه السد السروجي. هذا السد ارتفاعه حوالي 45 متر، وزي ما ذكرت انت الكمية التي يحجزها هذا السد 74 مليار متر مكعب. دي الأشياء الهندسية الرئيسية في هذا السد. إذا حبيت أواصل لك في بعض الأشياء الهندسية الأخرى ولا نعم سنأتي إليها في تفاصيلها، لكن دعني أذهب لدكتور أحمد. دكتور أحمد، بداية، هناك إعلان المبادئ، هناك مجموعة من الاتفاقيات تحدثت عن المياه بشكل عام، وهناك شد وجذب حول هذا الموضوع في قانونية موضوع سد النهضة، كيف تعلق؟ أعلق بما توصلت إليه جلسة الأمس، لأن المفاوضات دي أخذت وقت طويل جدا والناس سمعوا فيها الكثير، فحان الوقت إلى تمليك المواطن المعلومة الحقيقية، لأن الدولة في آخر مؤتمر صحفي ظن الليلة كان مع بعض القوى السياسية تتكلم عن أنها دائرة الجماهير تقيف وراها وتحشدها بعيد عن إتزاتك ذكرتها، بعيد عن الاستقطابات. طيب، الحدث بالأمس هو حدث غريب من نوعه ولا بد أن نعلق عليه، اللي هو إحالة ترك كل الجوانب الفنية، إذا كانت 95% وإذا كانت 100%، ترك كل الجوانب الفنية وإحالة أربع نقاط قانونية إلى لجنة قانونية مفروض تكون قدمت تقرير الليلة للجلسة السادسة. فما الذي حدث؟ ترك كل تلك الجوانب الفنية، وإنا وصلنا فيها 95، نقول وصلنا فيها 100%. كان لابد من مواجهة النقاط القانونية تمت إحالتها بالأمس، لأنه النقاط دي أنا أسرتها سنة 2011. اللي هي شنو النقاط؟ نقول نقطتين على وجه التحديد. النقطة الأولى، هل الاتفاقية ملزمة أم غير ملزمة؟ هل حيتم التوصل لها؟ هل ملزمة؟ أنا خبرتي في القانون 50 سنة بس، ما سمعت بأنه اتفاقية غير ملزمة.
اتفاقية معناها دخلت اتفاقية ملزمة، لكن وحيرة هذه النقطة، هل الاتفاقية هل حيتم التوقيع عليها، اتفاقية السد النهائية، هل هي ملزمة أم غير ملزمة؟ أنا بجاوب على السؤال ده حالا لن يلقوني، لكن بجاوب. وبالنسبة لأثيوبيا غير ملزمة، أثيوبيا بتفتكر هي صاحبة السيادة على المياه، وإذا برمت معاك اتفاق أي حاجة هو غير ملزم. السؤال الثاني، هل الاتفاقية دي تقتصر على الملأ الأول والتشغيل السنوي، ولا تتكلم عن الحاجات الثانية اللي بتهم السودان، اللي هي أمان السد والأمن المائي والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؟ برضو الإجابة سهلة بالنسبة لنا، تقتصر على الملأ الأول والتشغيل. أما الأشياء اللي بتهم السودان، أمان السد، الأمن المائي، والآثار السلبية، التعويض عن الآثار السلبية اللي بتحصل في كل سدود العالم، إثيوبيا لن توافق عليها أبدا. فحس يعني مجمل مداخلتي، حس إنه الموضوع تم اختصاره في نقطتين، في نقطتين تانيات بتعلق بتعديل الاتفاقية، كيف تتعدل، حل النزاعات، لكن دي رقم افتكر دي لك جانبيات عشان نركز على المهم، النقطتين دي إلزامية الاتفاقية، وإن هل تقتصر على الملأ الأول ولا على الحقوق الثانية أظلت الوفد الوفاء. المقصود بالملأ الأول وغيره الفروقات بينهم شنو حتى تتضح الصورة للمشاهد؟ الملأ الأول والتشغيل ده تشغيل هناك، كيف تملأ بحيرة السد وكيف تشغيلها؟ الموضوعات الثانية، الموية اللي بتجينا نصيبنا كم؟ إذا حصلت آثار سلبية نتعوض عليها ولا ما نتعوض عليها؟ الشيء الثاني، إذا السد انهار في حالة انهيار إن شاء الله 1%، في ترتيبات ولا ما في ترتيبات؟ فده أحيل للجنة القانونية. ده ما ذكر فيه أي تفصيل لحد اللحظة. السؤال اللي أحيل للجنة القانونية، هل تشمل الاتفاقية الحياة دي ولا تقتصر بس؟ فأنا دار أجاوب أقول حكاية دي ما دار قانونية، لأنها مجاوبة أثيوبيا ما حتوقع على أي حاجة غير الملأ الأول والتشغيل، لأنه بتكر ده الموية حقتها والسد حقها، ما هتكلم عن الحياة الثانية دي. أظل السودان طوالي بيقول أنا بتكلم عن الحياة دي وأنا حقوقنا المائية ومحافظين. أيضا دكتور وزير الري السوداني ناصر عباس ذكر أن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مساوئه. الكلام ده فني ولا قانوني؟ أنا هذا الكلام لا علاقة له بما النقاط تم الوصول الحسر عليها الخلاف، عشان ما شتت الكلام. الحسر الخلاف الأحيل للجنة القانونية، ركز على الكلام ده لأن الكلام ده كله كثير، ممكن تقول في ألف في قصائد، لكن حس هل الاتفاقية دي ملزمة ولا ما ملزمة؟ أنا بقول إثيوبيا بتفتكر الاتفاقية ما ملزمة، اللي هو حاجة ما حصلت في التاريخ حسب ما عرفت أنا، وعندي خبرة ما شاء الله مهولة في القصة دي، ما في اتفاقية بتقعد في 9 سنين عشان اتفاقية تقول غير ملزمة. نمرة 2، القصة بتاعت الأشياء دي أنا ما عندي، أنا دار الأمن المائي بتاعي احتياجاتي الحالية والمستقبلية. سد كل زول يعرف السد العالي، السودان نصيبه 18.5. حس إذا سألت أي زول في سد النهضة قلت له نصيب السودان كم؟ ما بيقدر يقول لك نصيبه كم. ما حدد في الاتفاقية إطلاقا. أول حاجة سيوة ما معترفة بالقديم 18.5، وما بتقبل تحديد في الجديد. فأنا دي بأمور بتهمني، وطوال السنين دي كان بيجيني طوالي أنا تطمينات إنه حقوق السودان المائية محفوظة، وإنه كذا الآثار ما في أضرار وما حتى السكر أضرار وما في كده، لكن امبارح الجلسة بتاعت أمس وضحت بأنه هذه هي النقاط الخلافية الآن أعرف فيها الموقف الأثيوبي من التسعينات، لأنه كنت عضو بوفاوض قد الأمم المتحدة في القانون الدولي للمياه، تم نقاشه من 94 ل 97، أنا كنت بناقش نيابة السودان وعارف الموقف الأثيوبي، إنه المياه دي بالنسبة لهم زي البترول بالنسبة للسودان. بتقول بترولكم حسن تتصرف فيه زي ما دارين، الموية أنا بتصرف فيها زي ما دارين. فحس جاء النقطة بارزة حس. نعم. دكتور بابكر، اتفاقية مياه النيل وكل الاتفاقيات التي تعرضت لهذا الموضوع ينظر إليها البعض بأنها فنيا ما كانت فيها المستوى العالي من الإنصاف للدول الثلاثة، كيف تعلم؟ طيب في البداية أحب أعلق على الكلام اللي ذكره أخونا المفتي. أولاً أنا طبعاً في الحلقة دي بمثل رأيي الشخصي، يعني ما عندي، نعم شاركت في دراسات سد النهضة مع وزارة الري في فترة من الفترات، ولكن ما أقوله هنا يمثل رأيي المهني. أما موقف وزارة الري التفاوضي ده داخل غرف التفاوض.
ما ذكره الأخ المفتي أنا أختلف معه تماماً جملة وتفصيلاً، لأنه هو ذكر إنه في هذه يعني في الاتفاقيات الماشية ما في أي كلام عن حصة السودان المائية وما هو تأثير هذا السد على حصة السودان المائية. هذا السد هو سد يا جماعة للكهرباء. السد للكهرباء أنت بتملأ السد موية وبيتمرره عبر التربينات وبيمشي في نفس المجرى حمل، يعني ما في أي يعني سيوبيا ما حتشيل منه ولا شيء. الفاقد الوحيد في هذه الحالة لأنك بتكون عملت بحيرة كبيرة حيزداد التبخر، ده بعد الملي. يعني هنا عندنا حالتين، حالة قبل المل والحالة بعد ما يمتلي يعني هذا السد. بعد يمتلي هذا السد كل المياه اللي بتجي حتمشي عبر التربينات وتمشي طوالي لمصر والسودان، وتظل اتفاقية 59 موجودة كما هي. يبقى إذن دي نقطة مهمة، هذا السد ما عنده أي تأثير في الحصص المائية لمصر والسودان بعد انتهاء الملا الأول. الإشكالية الآن في الملا الأول، الملا الأول ده جاب المشكلة وين؟ لأنه حجم السد كبير 74، لو كان حجم السد ده 4 مليار ولا 5 مليار من أول سنة بيتملي وما كان في نقاش ذاته، لكن لأنه حجم السد كبير 74 مليار أنت محتاج تملاه على عدد من السنوات، 5 7 10 ما معروف كويس. فهم الآن خدتوا عدد من الشروط حسب الإيراد المائي، إذا الإيراد سنة مطيرة ممكن السيوبة تخزن أكثر وتفك داون ستريم أو أسفل النهر، المياه الماشية لمصر والسودان لا تغل عن 78 مليار. النيل الأزرق في المتوسط بيجيب 49 مليار، 49 مليار في السنة المتوسطة. إذا جاء السنة مطيرة بهمنا نحن في سنوات الملئ فقط يا جماعة، الكلام ده سنوات الملئ الأول اللي هي ممكن تكون 5 سنة ل7 سنة دي فيها نقاش. لكن ما في اللحظة اللي يمتلي فيها هذا السد بالماء الموية اللي بتجي كلها بتمشي كلها، ودي الحتة اللي قاعد يعني يتلاعب فيها سوري تقول الكلمة دي الإعلام المصري بيقول إنه حصة مصر والسودان يحصل فيها نقصان. ما هيحصل أي نقصان، ما هيحصل، وكل المصريين عارفين الكلام ده. وحتى أنا حضرت حلقة استضافوا فيها أستاذ من كلية الهندسة جامعة القاهرة وقال لهم يا جماعة ده سد الكهرباء، المويه بتتخزن تمشي عبر التربينات وبيجينا. قالوا له كيف؟ أول مرة أسمع كلام زي ده. النقصان 200 نقصان في سنوات الملء الأول اللي يدي فترة مؤقتة، لكن الآن 5 سنة أو 7 سنة فقط. في النقاش الذي دار اليوم لم يتم الاتفاق على مسألة ملء السد أصلا أو حتى تحديده، يعني ما زال النقاش حول هذا الموضوع. لا أبدا أبدا، هم تموا على تم الاتفاق على آليات ملء السد. آليات ملء السد ذاتها كيف؟ إذا جات سنة متوسطة السيوبة تخزن كم وتفيق كم، ده متفق عليه تماما. وزي ما قال بروفيسور ياسر ما حددوا السنوات، لكن ما انت السنوات بتحددها حسب حجم المياه الداخلة. المياه متأرجحة من سنة لسنة، المتوسط 49، لكن ممكن في سنة النيل يجيب 53 ممكن يجيب 55، فبالتالي ممكن مدة الملي تقل. فانت بتحدد الملي حسب او التخزين حسب كمية المياه الداخلة. يعني دكتور بابكر انت ترى انه المدى الذي متفق عليها يعني المياه لن تقل حصة السودان ولا ما مصر؟ ما عنده علاقة ابدا، ما عنده علاقة. بتقل 200 فترة الخمسة سنة ولا السبعة سنة الأولى أثناء المل، أثناء المل يعني هيحصل نقصان، لأنه إذا أثيوبيا يقول مثلا النيل بيجيب 49 أثيوبيا خزنت مثلا أصل السنة دي عايز تخزن 4.9 قول عايز تخزن 5 وأصل بيجيب 49 يبقى معناتها حجين 44. اللحظة اللي تلي فيها هذا السد المويه كلها بتجي. فدي نقطة يا جماعة مهمة جدا وعاملة ربكة في الإعلام وعاملة ربكة حتى عند المختصين. الملا الاول حاجه، واما بعد الملا الاول كل المياه بتمشي بدون ما في اي فاقد في المياه. نعم. دي نقطه نحطها تكون واضحه. طيب انتقل يا دكتور احمد، كما ذكر الدكتور بابكر انه لن يكون هنالك اي اثار في مساله المياه، لن تنقص المياه من السودان الا في فتره الملا الاول قانونيا. الكلام ده كيف؟ الكلام ده كلام مرسل. ليه؟ لانه اثيوبيا الدكتور قال والله ما بتنقص، لكن اثيوبيا قال انا ما بعترف بالحصه القديمه، والكلام ده مكتوب في محاضر الامم المتحده. الدكتور قال حصه ما بتنقص، كلام كويس ده كلامه، لكن قالته اثيوبيا وموثق انها لا تعترف بتلك الحصص. طيب جميل،
انها ما تعترف بحصص لان اتفاقية 59 فعلا هي بين مصر والسودان ما عندها علاقه باثيوبيا. قالت ما بعترف بها. السؤال اكتبي لنا حصتنا هنا. هما قالوا كلام مرسل كده الملأ الاول اكتب الكلام ده. نعم. قالوا والله انا ما بتكتبه. انا حاسه اكد لك وعلى الهواء مباشره وقدام كل السودان ما بتكتب الكلام لانه ما بتعترف لك بحصه اطلاقا. تديك حسب ما ترى. هي انا داير كلامي ده يكون واضح على الهواء لانه دي بقت امانه للشعب السوداني. اثيوبيا عاوزه تديك حسب ما ترى. هي ما بتخصص لك حصه اطلاقا مش 18 ولا 15. الناس كانت بتحتج على 18 ونص اللي تعامل السنة 59 على أساس إنه شوية نصيب السودان شوية فحس ما في هنا ما حد هو طيب نصيب. طيب دكتور دكتور أحمد أود أن أسأل أيضا الخرطوم الآن كثير من الناس ينظر إلى أنها تلعب دور الوسيط وهي الوضع الطبيعي أنها جزء أساسي من 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 هذا الأمر يعني سد النهضة في أركانه الثلاث في إثيوبيا والسودان ومصر. لماذا لا يظهر دور السودان الحقيقي في أنه هو واحد من أركان هذه المسألة ومهم جدا أن يضع ويقول كلمته بكل جرأة؟ لا أنا في دي بختلف مع الرأي اللي قلته ده. أنا أفتكر السودان كونه يلعب دور وسيط ده دور قاعد يلعبه وده دور بيزيد من شأنه ما بقلل من شأنه وفي نفس الوقت هو يكون شريك. أنا دي بالنسبة لي ما فيها أي إشكالية يعني ممكن يكون وسيط وجزء اصيل. ايوه واثناء مفاوضات صد النهضه اللي استمرت من 95 لحد 2010 15 سنه السودان كان بيلعب الدور ده وكان الدول كلها بتقدم على اساس انه كل ما تحصل مشكله كان بتقدم فيها السودان وبقدم فيها الحلول ودي انا شاركت فيها 15 سنه اعرفها فدي ما عندي فيها مشكله. مشكلتي في المخرجات. انت كنت وسيط او كنت طرف المخرجات شنو؟ انت عندك اي مواطن يعرف الحكايه دي. السودان عنده اربع اهتمامات. تمت الحكايه نجحت، ما تمت الحكايه فشلت. اربع حاجات لا خلاف حولها وما في شيء غير. نمره واحد ما يحصل ملء الا بعد توقيع الاتفاق النهائي وهذا لن يحصل اطلاقا. برضو اقول على الهواء مباشره. ليه؟ لانه سيبا اعلنت ما منتظر مفاوضات اعلنت انها حتملى بل على يعني الرئيس الاثيوبي. افتكر الناس كلها سمعت الكلام ده. فهل يعقل انه وزير الري الاثيوبي حيخالف كلام رئيسه؟ قالت حدد يوليو. معناته تتفاوض ما تتفاوض انتوا الناس الفنيين على كيف بتتكلم، لكن الاثيوبي حدد المل. هل يعقل انه وزراء الري يغيروا حديث بتاع وزير دولة رئيس دولة؟ لا يمكن. لا يمكن. طيب المستشارين القانونيين حول الموضوع هسه هل يغيروا حديث رئيس دولة؟ انتهى. دي الاولى. انه قصه التاني. اصلك المفاوضات المفروض ما يخشوها الا اذا اثيوبيا التزمت انها ما تملى السد الا بعد نهايه المفاوضات. النقطه الثانيه امان السد. امان السد انا ما اتكلم عن السد الناس يقول لك والله ما بعرف كنايه وما حق على لا لا لكن الماده 8 المبدا رقم 8 من اعلان المبادئ اللي وقعوا الرؤساء الثلاث الماده 8 منها فقرتين. الفقره الاولى دائما دل بيتحدث عن الوفد السوداني ما بيتكلم عن الفقره الثانيه، الفقره الاولى بتقول بنقدر لاثيوبيا ما اتخذته فيما يتعلق بامان السد في القواعد. تكلفته كانت اكثر من مليار دولار. لكن جو 2015 قالوا اثيوبيا تلتزم باستكمال امان السد. انا ما قلت السد ما عمل اثيوبيا قالت الدول الثلاثه قالت ووقعت على اثيوبيا. فما لم يجي زول ويقول والله اثيوبيا استكملت الفقره 2 من المبدا رقم 8 من اعلان المبادئ يبقى ده ناقص. لازم تتكلم عن السد. الاتفاقيه لازم تتكلم عن السد. ليه؟ عشان تربط مع المبدا رقم 8 في اعلان المبادئ. نمره 3 الامن المائي نصيب السودان الليله والمستقبل. ليه؟ لانه السودان ده يبقى سله غذاء العالم. دي معروفه استراتيجيه السودان يبقى سله غذاء العالم. هل حيبقى سله غذاء العالم ب 18 ونص دي ما معترف فيها باثيوبيا؟ وين الكلام ده؟ الامن المائي ده اللي بنتكلم فيه من 2011 ما تكلم عن الامن المائي. دي ثلاثه. الرابعه الاثار. اي سد في العالم تعليه خزان الروسيرس مش سد جديد، تغليه خزان الروسيرس 10 متر بس الحسه السعه بتاعت خزان الروسيرس بقت بين 6 و7. الليله الدمازين حسه يسمعوا كلامي ده. الدمازين ده عباره عن مدينه عايمه قد تنهار كلها في لحظه.
وأنا مشيت وزرتها على أرض الواقع من تعلية الروسيرس فقط، ده كان الدمازيق. طيب لما تخزن لي 74 مليار، ديك سبعة وستة خزان روسيرس، دي 74 مليار لما تخزنها. التسريب ما ينهار ولا كده، التسريب حيكون على المدن دي. التسريب شكله كيف؟ بيتحدثوا الناس المهندسين لو اتكلم في حياتي بيتكلم عن التسريب ده بيكون في حدود 5 مليار. دي حتنزل وين من الحته العاليه دي؟ الاثار السلبيه دي، الاثار السلبيه دي ما في حديث عنها. بيتكلموا كل المفاوضين انه الجروف حتخفض 50% على طول نهر النيل، الجروف حتخفض. الناس الجروف ديل مش مواطنين سودانيين، هيحصل لهم شنو؟ هيعوضوا من عن الجروف دي. انا لو عندي 50%. نعم. دكتور احمد، في البند الخامس في اعلان المبادئ التعاون في الملأ الاول واداره السد، توضيح لهذه النقطة. البند الخامس طبعا ده فيه شرك كبير، عشان كده قلت لك على المبادئ ده كله ما نافع. في الخامس ده أوريك مشكلته شنو. البند المبدأ الخامس في إعلان المبادئ بيتكلم على أن القواعد بتاعت الملأ الأول التشغيل إثيوبيا ممكن تعيد ضبطها في أي وقت. ده كلام أنه قصة ملزمة إثيوبيا ما دار تلتزم خطتها أدير كده في البند اللي ذكرته ده. البند الخامس ده فيه انه الضبط اثيوبيا تعيد ضبط ما يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بقواعد الملأ الاول والتشغيل واداره الصحة. كل القام هذا، وبعدين شباب نجي نتكلم على البند 6 بتاع الكهرباء كمان، كل القام. نعم. اعود اليك دكتور احمد، وعفوا دكتور بابكر. الان سمعت الحديث على انه هذا السد فيه الكثير من الاشكاليات، وحتى النواحي الفنيه التي ذكرها دكتور أحمد نريد منك تعليق عليها من ناحية هندسية، تفضل. طيب شكرا جزيلا. في الحقيقة هو ذكر إنه أثيوبيا ما بتحترم باتفاقية 59. نعم أثيوبيا ما بتحترم، قالت أنا ما طرف. مش أثيوبيا، كل دول حوض النيل لا تحترم باتفاقية 59، دي حاجة بين مصر والسودان. كويس. لكن أحسن نتكلم نحن عن سد النهضة. عن سد النهضة هو مع الحدود وفي حتة يعني عميقة أخدود تقريبا ومنطقة جبلية، وبالتالي المويه اللي بتطلع من سد النهضة حتجي طوالي خاشة على الحدود السودانية. يعني يبقى أثيوبيا ما عندها طريقة حتى الإدارة تستفيد منها تعمل مشروع، يعني أي مشروع زراعي لا ما عندها أي فرصة. فيبقى إذن عشان كده هي صح كلامه قالت أنا ما يعني ما تكتبوا لي حصص، لأن هي أساسا هي وبقية الدول ما معترفين بهذا الاتفاق. هذا الاتفاق بين مصر والسودان، لكن ده لا يغير في كلامي الأول إنه المياه بعد ما السد يمتلي المياه اللي بتدخل بتطلع زي ما هي، ما عدا فاقد 1.5 بالتبخر. دي حته يعني هنا افتكر واضحه جدا. ذكر كلامه انه اثيوبيا قد لا تتفق، دي ناحيه قانونيه. نعم انا معاه فيها، يعني نحن كسودانيين يجب الا نسمع اطلاقا بانه يتم الملأ الاول ما لم اثيوبيا تمضى على هذا الاتفاق. ده موقف كلنا واقفين فيه من ناحية قانونية، لأنه إذا أصل في نقاشات وفي النهاية أنت عايز تملى قبال ما نمضى أو قبال ما تمضى على الاتفاق، دي حاجة يعني خط أحمر بالنسبة للسودان وللسودانيين عموما. دي حتى أنا بتفق فيها تماما مع الأخ المفتي. هو أثار نقاط كثيرة. أمان السد دي ممكن نتكلم فيها نحن نص ساعة حقت أمان السد. كويس. أمان السد عنده عدد من العوامل، هي دي مسائل هندسية يعني بتحسب بحساب بالأرقام. طيب أمان السد المرحلة الأولى بتاعته في التصميم ذاته، هل التصميم ده صح ولا ما صح؟ المرحلة الثانية في التنفيذ، هل التنفيذ حسب المواصفات الهندسية للخزانات الكبيرة وحسب هذه المواصفات العالمية، هل هذه التنفيذ بيتم وفقها ولا ما بيتم؟ المرحلة اللي بعدها الأمان أثناء التشغيل. طيب قبل التشغيل ونحن في التصميم هنا هناك من تحدث عن وجود أخطاء في تصميمات جداً السد جدا، ممكن أتكلم لك عنها. في لجنة أمرت أنها تراجع الحاجة دي. هنا في إشكالية أن هذه الأخطاء تشرف عليها إثيوبيا بكل تأكيد، فهي المشغل للسد وهي المشرف عليه بنسبة 100%. فربما هذه الأخطاء، هل من الذي يضمن أنها تم تعديلها أصلا؟ كويس يعني. كويس كلام جميل جدا. حصل مراجعة لتصميمات السد، التصميم الأولي للسد بلجنة الخبراء العالمية، ولجنة الخبراء العالمية استعانت بخبراء محليين، يعني من السودان فيها ممثلين، من مصر فيها، من إثيوبيا فيها، وعملوا بعض الملاحظات.
هذه الملاحظات تمت على جسم السد الخرساني، ما كان في ملاحظات تذكر. في ملاحظات كانت على السد السروجي او السد السد الركامي، وهذه الملاحظات مثلا الجانب السوداني اصر على تعديلات فيها. على سبيل المثال عشان ما ندخل في تفاصيل كثيره، يعني سد السروجي لما انت بتعمل سد من الحجر بتعمل له دمب بارتفاع 45 متر، الحجر ما حيمسك المويه، لازم تعمل لك حاجه تمسك المويه. فكانوا هم مقترحين في المواجهه المويه يعني الواجهه، كانوا مقترحين طبقه اسفلتيه. الجانب السوداني رفض انه الطبقه الاسفلتيه دي حيحصل لها تاكل مع الزمن، هي ما مضمونه عوامل التعري، الى اصر على انها تكون طبقه خرسانيه. ودي المساله دي طبقت في سد مروي وطبقت في سد عالي عطبره، ولانه عندنا فيها تجارب من حي السودان. ونحن هنا نقول برضو وليس مكابره، السودانيين في النواحي الهندسيه في الخزانات هم اكثر خبره من المصريين واكثر خبره من الاثيوبيين، لانه نفذنا عدد كبير من السدود. كويس؟ فلهذا اصرينا عن هذه المساله ان لازم يكون سد خرساني، وتمت، واثيوبيا دفعت فيها مبلغ كبير جدا. دي الحاجه. الحاجه الثانيه ايضا اسفل هذا السد الترابي او السد الركامي الارض صخور متحوله. الجانب السوداني اصر انه هذه الحدود هذه المنطقه طالما هي صخور متحوله يتحفر الى ان تصل القواعد الثابته اللي هي جرانيت، وكل الطول ده يتعامل ما يعرف بحائط خرساني لدن بلاستيك كونكريت وول بعرض تقريبا متر، والى ان وصلت الى اسفل قريب 40 متر الى وصلت الى المنطقه اللي هي فيها صخور ثابته من الجرانيت. كويس؟ ودي كلفت اثيوبيا مبلغ مهول جدا من المال، يقدر بمليون تقريبا 1.5 مليار. كويس؟ ايضا اسفل حتى لما يوصل الطبقه الجرانيت بتاعت الجرانيت التحت، قلنا الطبقه دي ممكن يكون فيها شقوق، اذا عمل لها حقن بالخرسانه. كل هذه الاشياء كلفت يبقى من الناحيه الهندسيه. يعني لما تقول هذا السد امن، نحن ما بنتكلم جمل، نحن في الهندسه ما عندنا انشاء، عندنا ارقام. هذه الاشياء تمت وتنفذت ونفذت، والفريق السوداني اكثر من 20 طيب 30 زياره. طيب لا معلش، تفضل. النقطه مهمه، تفضل. الفريق السوداني زار هذه الاشياء وشاف على ارض الواقع وتابعها، وتابع المعامل الموجوده، وتابع الكواليتي الموجوده، والامان في هذا السد اعلى من كل السدود الموجوده، اعلى من السد العالي. انا بتكلم من ناحيه مهنيه بحته، ما عندي شغله يعني بالسياسه. امان السد من ناحيه تصاميمه ومن ناحيه ولا فيه اي نقاش. ما في. المشكله الوحيد هذا السد لم تتم له الدراسه البيئيه والاجتماعيه. ليه؟ لانه الدراسه البيئيه والاجتماعيه لازم تكون لاثيوبيا والسودان ومصر، وجابوا مكتب من برا، ولما عمل التقرير الاول بتاعه كل الدول اعترض عليه تقريبا، وبالتالي الدراسه وقفت. فيبقى الدراسه الناقصه شنو؟ البيئيه والاجتماعيه، ودي فيها بعض اذا عندك اضرار زي الجروح زي ما قال دكتور اخونا المفتي، دي اللي ممكن يكون فيها. انا حتى انا الجروف انا ذاتي الجروف انا شاركتها في الدراسه الهيدرولوجيه، قدرنا الجروف على طول النيل، وقدرناها من صور الاقمار الصناعيه، ووجدنا الجروف حوالي 100,000 فدان. بعد سد النهضه حتنقص الى النص، حتنقص الى النص فعلا. فبالتالي دي من واحده من المسالب او من البتاعات بتاع سد النهضه. لكن نحن هسه في العالم حتنقص في فتره الملء الاول؟ لا حتنقص طوالي ثاني. في الملء الاول ولا على طول؟ لا ده برضه سؤال. لا هي حتنقص على طول. ليه؟ لانك زمان بيفيض، هسه فيضان ما في. الفيضان سلاح ذو حدين، انت لما يفيض بيغرق الناس، هسه ثاني غرق ما في. زمان بيجيب 700 مليون الان بيجيب 140 مليون. حيختفي الطمي برضه؟ حيختفي الطمي لكن ممكن تعوضه باسمده. الاسمده ما زي الطمي الطبيعي طبعا. لا لا ابدا، ممكن تعوضه. وبعدين بدا الجروف ممكن تزرعها، لكن فيها مضخات وتزرعها كم مره. طيب انتقل الى دكتور احمد، كيف تعلق على مسألة أضرار السد تحديدا، وفي نظرتك
تعليقك على الأضرار التي ذكر، هو ذكر أنه السد آمن وأمن من أي سد؟ دي ذاتها لابد أن أعلق عليها. تفضل. أمان السد أثارته ما أثار السودان من 2011، أثارته اللجنة الدولية في 2013. بذاتها تستغرب ليها، يعني الناس لما يبدوا الحاجة بيشوفوا آمنة ولا ما آمنة. أستعمل لك عمارة تأكد إنها آمنة ولا ما آمنة في البداية يعني. لكن أثارته اللجنة الدولية سنة 2013، اللجنة الدولية نمرة 2. نعم أنا تكلمت وقامت إثيوبيا وصلحت القواعد وعرضتها والحكاية، كلفتها 1.8 مليار كمان، مش 1.5 مليار. لكن ما نحن الحاجات دي المهندسين بيتكلموا زي الكلام ده، احنا بنقول لهم مبروك الكلام ده، ما احنا قانونيين ما بنتكلم اصلا، ما بنخش في خرسانة وحاجه، ما بنتكلم انه اللجنة الدولية هي اللي اثرت الحكاية 2013. دي حقيقة ورد في تقرير اللجنة الدولية 2013 ما 2011. دي نمرة 1. نمرة 2، من 2013 لحد 2015 اعلان المبادئ، المادة 8.2 تكلمت انه السيوبة تستكمل امان السد. معنى الكلام ده من 2013 لحد هسه استكمل جزء وفي باقي، يعني احنا ما خشينا في حقن وعمل، والمهندسين السودانيين شاطرين، احنا ما عندنا اي شك، لكن بنجي في الاتفاقية اللي عندنا نشوف في امان السد قال شنو. مشكلة المهندسين، انا حاسة مع احترام شديد مهما يقول، بالنسبة للمشكلة في المادة 8 دي الفقرة 2 منها، بتقول شنو المادة 8؟ بتقول انه اثيوبيا تلتزم، اثيوبيا مضت، اثيوبيا ذاتها محترفة انه السد ما من قال تستكمل، دي الكلمة ذاتها تستكمل امان السد. فانا ما مش من الكلام ده والكلام اللي قالوه، انا من الاتفاقيات اللي قدامي. اثير امان السد اول مرة لجنة دولية، تقرير لجنة دولية، وده طبعا ما ده اللي غلط يعني، ما كلام يعني. الأمانة السد قالوا استكماله ما قلته أنا، قالوا الثلاثة دول ومضوا عليه. ده في متعلق بأمانة السد، أثار السد الأخرى. ممكن أعلق بس بقى في الحتة لأن أنا نقطة. طيب باختصار، نقطة باختصار لأنه لدينا العديد باختصار من تفضل. فعلا في 2013 لجنة الخبراء قالت استكمال أمانة السد، لكن تم استكمال أمانة السد بالنقاط البتة دي، تمت معالجة الواجهة الخرسانية، الحائط اللدن، زادوا الأمان في كل الأشياء. و2015 اعلان مبادئ، تم الدول الثلاثه متفقه على انه كل ما طلب فيه في تقرير لجنه الخبراء 2013 تم الموضوع ده، تم هذه ما عدا لحظه ما عدا انه تم هو، لكن ما عدا شنو، ما عدا حاجه واحده هو، لكن دكتور الدراسات البيئيه دكتور بابي تتحدث، ودكتور احمد يتحدث على ان هذا الامر ليس مكتوب، مش كده دكتور؟ لا هو دقيقه مكتوب. عشان نفهم ما نبقى غلط، هو قال نعم. احنا بنتكلم عن حاجه هندسيه ما فيها غلط، معلش يعني ما في غلط هنا، كلمه غلط دي اسحبها، معلش. طيب دقيقه دكتور بابي، لا انت غلطت، بوريك غلطت وين، معلش بوريك. انا بتكلم عن حاجه هندسيه، انا بوريك الحاجه المهندسيه، بوريك الحاجه. دكتور بابي اسمعني دكتور احمد، اسمعني، الحاجه المهندسيه انا بقول لك غلطت في الحاجه المهندسيه. انت قلت التقرير قال استكمال، لا التقرير ما قال استكمال، التقرير 2013 قال السد غير امن وعمل توصيات. اعلان المبادئ قال استكمال، انت قلت ده قال استكمال، لا ده ما قال استكمال، ده قال السد غير امن ما استكمال. نعم. قامت اثيوبيا عملت حاجات كلفتها 1.8 مليار، جو راجعوا الحاجات دي 2015 دي 2013 2015 اللي هو ما مكتمله، قالوا لاثيوبيا استكملي وكتبوا الحكايه دي، ده ما كلام يعني مكتوب، حس الليله دي فعلا حس. طيب دخلت طيب في جوجل بتلقى الحكايه دي. طيب دكتور الاثار الاخرى المترتبه على السد وتشكل هاجس بالنسبة للسودان تحديدا، ودعنا نتحدث عن مشاكل السودان تحديدا، هناك من يتحدث عن الطمي واختفاء الطمي بشكل عام، هناك من يتحدث عن آثار زراعية، هناك من يتحدث عن آثار أخرى كثيرة جدا، كيف تعلق عليها؟ أنا لا أعلق على هذه الأشياء الفنية خالص، ولا زي بعض أخوانا القانونيين بيتكلموا عن الطمي وما الطمي، لا أنا ما بعلق على دي، أنا بتكلم عن ضرر أصاب المواطن السوداني أو حيصيبه ما تم تعويضه. والاخ اعترف من بينه قال الجنوب دي حتنقص 50%. انا ما قلت الكلام، انا بقول الكلام ده مفروض يعوضوا الناس دي، دي البني ادمين سودانيين مفروض يعوضوا تعويض الحكومه السودانيه وتعويض الحكومه الاثيوبيه، ده كلامي انا. لكن ما بخش في انه هل السد القصه بتاعت الطمي دي زاد ما زاد نقص ما نقص، ده بيناسه انا ما عندي الحاجه الثانيه. طيب اثاره ثاني فيه، هو قال دراسات اجتماعية وبيئية، لا في دراسات اقتصادية ما في، ما تمت في دراسات اقتصادية، ما تمت
ليه؟ لأنه الثلاثة دراسات ديل ناقصة. أما نستدعي إحنا ناقص ديل ناقصة، الثلاثة ديل دراسات ناقصة. في إعلان المبادئ 2015 قالوا إثيوبيا تستكمل الثلاثة دراسات ديل اقتصادية واجتماعية وبيئية خلال 15 شهر من 2015، اللي ده بكون يعني بداية 2017. وين الدراسات؟ طيب ما في تمت اي دراسات الى يوم الدراسات دي، الدراسات حتى اليوم ده ما تمت. الدراسات طبعا كلفوا مكتب او مكتبين على اساس انه يعملوا الدراسات البيئيه وبدوا فيها، ولما قدموا التقرير الاولي او الاستهلالي اختلفت الدول. يعني المكتب قام مثلا جاب حاجه، قام قال نعمل حاجه اسمها البيز لاين او الحاله الاولى، يعني الحاله اللي انت بتقيس عليها الشغل اللي قدام. فدي السودانيين اعترضوا عليها، لانه اذا نحن اعترفنا بهذه المساله هذا في ضرر السودان، هذا يعني انه نحن اعترفنا لمصر ان استعمالات اكثر واستعمالات نحن اقل، فلذلك السودان رفض هذه المساله. كويس، الدراسه يكفت لهذا السبب. الدراسه دي لازم تقوم بها ثلاثه دول، ما بتقوم بها اثيوبيا. دي مساله صحيحه للاخ، لان دراسه في اثيوبيا وفي السودان وفي مصر، وكلفوا بها مكتب برا ودفعوا له قروشه. لما جاء التقرير الاول الدول الثلاثه اختلفت والدراسه وقفت، دراسه واقفه. هسه انا الكلام اللي ذكره ميس بروفيسور ياسر انه واحده من الشروط لازم تستكمل هذه الدراسه البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه، انا معاك فيها تماما، دي انا متفق معاك فيها. كويس، اما مرحله امان السد 2013 من ناحيه هندسيه اكتملت تماما، ودي على مسؤوليتي انا ومش مسؤوليتي انا براي. انا قبل ما اجي الحلقه دي ناقشت كل زملائنا اشاركوا في تصميم امان السد ومشوا عشرات المرات لهذه المواقع وزاروه وشافوا تحققوا من نفسه. نعم، فدي حاجه ما فيها نقاش. نعم دكتور احمد، وزير الري تحدث عن ان المفاوضات حققت تقدم كبير في الملفات الفنيه المتعلقه بامان السد والملأ الاول للسد والتشغيل طويل الامد وتبادل البيانات والدراسات البيئيه واللجنه الفنيه للتعاون بنسبه 95%، لكن بالرغم من ذلك المتابع لردود الافعال المصريه لا يلاحظ اي تقدما. في شنو؟ في ردود الافعال؟ في ردود الافعال المصريه، يعني نحن رد الفعل السوداني الان سمعناه ده انه في تقدم وانها بنسبه 95% والمصريين غير راضين حتى اللحظه. التباين ده قانوني؟ لا، انا يهمني بالنسبه للسودان التقدم اللي حصل ده حتى اذا 100%، انا ما بناقش التقدم في الامور الفنيه لانه ما اعرفه، لكن بفترض انه تم 100%. بالنسبه للسودان عندنا مشكله كبيره جدا، افتكر حقه نركز عليها. طيب مشكلة؟ ابرز مشكله تراها في سد النهضه؟ الاتفاق ملزم ولا ملزم؟ الكلام ده كله اللي بتقول 100% 95% ملزم لاثيوبيا ولا ما ملزم؟ هي اثيوبيا غير تراه غير ملزم؟ اول حاجه احاله القصه للجنه قانونيه. انا بالنسبه لي اصل احنا قاعدين عشان نتفق مش كده؟ لما نقول 97 و99 ده اتفاق احنا الثلاثه ولا كلامي انا براي؟ اتفاق الثلاث دول. طيب ليه احلته؟ لانه هل ده ملزم ولا ملزم؟ ليه؟ لانه سيبها ما ملزمه به. دي مشكلتي انا في السودان، مشكلتي انا. الثانيه الثلاثه دراسات دي، الثلاثه دراسات حسب بيتكلم عنها، اصلا انت ما بتبني سد الا تعمل الدراسات دي، الاثر البيئي بتاع السد ده قبل ما تبدا، مش بعد ما تبدا وتمشي شيء تجي تعمل دراسات. طيب المفروض حسيت عملوا دراسات. طيب دكتور احمد، بيئيا كعب جدا السد كسروا يعني ولا سووا شنو؟ طيب دكتور احمد، الان بعد ان بني السد وبعد ان رايت انت الكثير من الاثار السالبه التي سلطت عليها الضوء الان، كيف ترى المشهد في المستقبل؟ المشهد بالنسبه لي في منتهى البساطه انه الاتفاق الاخير ده السد بقى امر واقع. وبعدين احنا انا شخصيا ما ضد بناء السد، أنا ضد الترتيبات بتاعة السد، مش ضد بناء السد، ولا ضد إنه إثيوبيا ما تاخذ حقها، تاخذ حقها بالكامل، لكن بقول تتعامل اتفاقية ملزمة لإثيوبيا للثلاثة دول ملزمة. ده الشيء الصحيح. تتكلم عن الأشياء الأساسية الأربعة في الأول، ده أنا حاسة بقول ده المعيار، أنا عندي معيار إنه المفاوضات نجحت ولا ما نجحت. يعني لما قلت أو في أول يوم المفاوضات فاشلة لانه عندي اربع معايير انا بحدد بها هنا، هل حيتم الملء بعد الاتفاق؟ ده نجاح، لكن لو بيملى والمفاوضات شغاله ده فشل. هل تكلم عن امان الامن المائي؟ هل تكلم عن امان السد؟
انا احترم كل الكلام اللي قالوا المهندسين ومشوا سووا، لكن بقول له عندي المبدا 8-2 الاستكمال ده، انا قاعد لي انا كقانوني ما احنا انا كلام ده ما بعرفه ولا مشيت معه، لكن عندي المصيبه دي قاعد الوقت يداهمنا. أيوة. دكتور احمد الموضوع الرابع الامن المائي احتياجاتي المستقبليه، حبقى سله غذاء العالم كيف ل 18 ونص باختصار ماذا تقول في الختام؟ بتفق معه انه اذا لازم هذا الاتفاق يكون ملزم للاطراف كلها. هو طبعا لحد الان نقاش حاصل والليله هسه بنكون شغالين في اللحظه دي، والموقف لازم في النهايه يكون اتفاق ملزم، ده موقف السودان وموقفنا كلنا، ما في اي نقاش، لازم يكون هذا الاتفاق ملزم للاطراف الثلاثه. وبعد ذاك لكن في النهايه يا جماعه لازم برضه نحن يعني افتكر كلمه اخيره او كلمه الواحد يقولها، نحن يعني كشعوب في المنطقه، شعب الاثيوبي، شعب السوداني، شعب المصري، كلنا اخوان وكلنا اخوه، لكن هذا لا يسمح بتضييع الحقوق. لا لا ابدا ابدا. طيب أبداً. اشكرك جزيل الشكر دكتور بابكر ابراهيم برسي، استاذ كليه الهندسه في جامعه الخرطوم، مشارك في دراسات الفنيه لسد النهضه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لايضا للدكتور احمد المفتي الخبير في القانون الدولي. شكرا من منازله. اشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن الانصات والاستماع والمتابعه. الى جديد، الملتقى لكم عاطل التحايا. أحداث السودان بموجز للأخبار. عقدت وزارة الري الاتحادية اليوم الثلاثاء بحضور وزير الري الاتحادي ياسر عباس اجتماعا تنويريا حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الجارية الآن بين السودان ومصر وإثيوبيا، ويأتي لقاء بغرض تمليك المعلومات والحقائق حول آخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي ومسار عملية التفاوض. التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه السادة ولاة الولايات المكلفين، واستمع خلال اللقاء إلى تنوير من الولاة حول مجمل الأداء بولاياتهم والجهود التي بذلتها حكوماتهم لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا. كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية دكتور صديق تاور عن رفع التوصيات لمجلس الأمن والدفاع بشأن قرار الحظر الصحي. أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية دكتور عالم الدين عبد الله بشر أهمية تطوير العمل بكليات الطب البيطري والإنتاج الحيواني لدعم منظومة التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الإنتاجية في مجال توسيع دائرة قطاع الإنتاج الحيواني بالولايات المعنية بالثروة الحيوانية. اتهمت اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب ما سمته بمافيا الذهب التي عملت على تعطيل المنشور الخاص بتقنين تصدير الذهب لنحو شهر بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ الاقتصادية مؤخرا. قفزت أسعار العملات الأجنبية في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء أمام الجنيه السوداني إلى مستويات تاريخية جديدة في السوق الموازية. تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.